إذا كل نهار جمعة على الحياة فهم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. مستمعي الأفاضل، مستمعي ذات الحياة فهم القيروان للصحة، مرحبا بالجميع في برنامجكم المفضل، برنامج إضاءات. هذا البرنامج الذي يضيء على مستمعينا الأفاضل داخل البلاد وخارجه، وهذا نلتمسه في المكالمات التي تأتينا من خارج الوطن، وتشكر مساحة هذا البرنامج وما فيه من إضاءات وما فيه من معارف إضافية. مرحبا بالجميع في هذه الحصة في موضوع جديد متجدد ضمن برنامج إضاءات، نتناول خطر الميسر و ميسر القمار وما أدراك يعني من هذه ربما بين ظفرين المصيبة التي أصابت المجتمعات اليوم. نستضيف في هذه الحصة كالعادة أستاذنا سي الحبيب الطيبي، مرحبا بك. مرحبا بكم دكتور الأزهر، مرحبا بمستمعي الحياة فهم. شكرا. كذلك نرحب بأستاذنا الفاضل مروان البريكي، مرحبا. مرحبا سي الأزهر، مرحبا بمستمعي ذات الحياة فهم. ايضا نرحب بطبيعة الحال باخينا ايمن ليغا ومحمد سيف الدين بلاراس في التثيث والاخراج، مرحبا بالجميع. سي الحبيب، ونحن يعني نتكلم عن يعني موضوع الميسر، هذا الموضوع والذي يشمل القمار بتسمية اخرى، يقول في الله سبحانه وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وهنا يذكر الميسر الذي هو القمار وينادي باجتنابه، والاجتناب في اللغة أقوى من الأمر. ثم هذا الاجتناب يعني في الحقيقة لم يشمل الميسر فقط، وإنما أشمل أشمل أيضا الخمر والخمر والأنصاب، يعني يأخذ الميسر والقمار يأخذ منزلة الخمر وغيره في التحريم. في التحريم بداية سي الحبيب نريد أن نعرف ما معنى الميسر يعني لمستمعين. تفضل، مرحبا بك. شكرا دكتور الأزهر. كلمة الميسر تكررت في القرآن مرتين، يسألون، وارتبطت أيضا في المرتين بالخمرة. يرتب الله سبحانه وتعالى أنماط الرجس، فيذكر أولا الخمر ثم يذكر ثانيا الميسر. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، إثم كبير ومنافع للناس، وهي الآية الأولى التي نزلت. ثم إنما الخمر والميسر والأنصاب والعزام رجس من عمل الشيطان. بلاي سي الحبيب، هنا سي الحبيب بلاي هنا مش نوضح مسألة الخاطر ما تعرف مستمعين يدقوا في الاستماع. أراه بالنسبة لمسألة الخمر والميسر يعني وما شابهه، أنت ذكرت الآية الأولى التي نزلت وهي آية منسوخة بآية ثانية، والآية الثانية منسوخة بآية ثالثة، ولذلك بقيت الآيتان الأوليتان يعني الأولى والثانية للتلاوة فقط، ونعمل بحكم الآية الثالثة. ونحب لنا نذكر الآية الأولى هي قوله تعالى إن يسألونك عن الخمر والميسر والأنصاب، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهم أكبر من نفعهما. ثم فيما بعد جاءت الآية ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم من بعدين جاءت الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وهذا تدرج في التحريم باعتبار أن الناس كانوا يعولون أنذاك من الخمور كما نعول نحن اليوم من الزيت. إذن الآية الأولى والثانية بقت للتلاوة فقط، ونعمل بحكم الآية الثانية في مسألة الآية الثالثة في مسألة الخمر، يعني في مسألة المحرمات هذه التي ذكرتها الآية. سامحني كان استوقفتك، معنا تفضل. شكرا دكتور على هذه التوسعة العلمية والفقهية. يمكن في تقديري الاستفادة أيضا من الآية الأولى، لما لا؟ هذا الآية صريحة، اسمهما، هذا كلمة الإثم جاءت في المقدمة
والإثم ربما حجمه كبير. الإثم هو ما حاك في الصدر وصدقه العمل، يعني ترجمه العمل. إثم كل ما هو سلبي، كل ما هو كل ما خرج، نعم. كل ما خرج عن الدين، كل ما خرج عن الدين. نعم. إذن نحن لم معنا في إطار تعريف ما نعم. معنا نعم. نعم. نحن نعم. في إطار تعريف ماذا نعني، ماذا نعني بالميسر، ماذا نعم. نعني بالقمار، ما العلاقة بينهم. نعم. في هذا الباب يجب أن نعي، أن نفهم، أن نحيط بأن مصطلح قمار أو ميسر، والميسر يعني الرهان تقريبا. هذه أهم المصطلحات اللي موجودة في مجتمعنا والتي تستعمل في الصحافة المرئية والمكتوبة والمسموعة. نتحدث عن الرهان الرياضي. ماذا نعني بالرهان الرياضي؟ نعني القمار الرياضي، نعني الميسر الرياضي. وهذه المصطلحات في تقديري هي بنفس المعنى، وهي كلها تعبر عن ما يعرف بظاهرة القمار. يمكن أن نتوسع أكثر. نعت الله سبحانه وتعالى القمار بالرجس. ما هو الرجس؟ هي كل كارثة، هي كل مصيبة، هي كل ما عظم من الإثم، ما كبر من الإثم. هو خطر محدق بالناس، خطر محدق بالفرد. سي الحبيب، وهو كذلك يعني رجس، ويربطه بالشيطان، رجس من أمر الشيطان. ماذا يترجم الشيطان؟ يترجم الرجس، والرجس هو الشيطان. إذا أردنا أن نفهم ماذا نعني بالضبط بالقمار، لا يجب أن ننظر إليه بالمعنى البسيط العادي، قمار أنه يقمر. لا 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 لا، هذا أمر معناه نحن استصغرنا المسألة معناها، وتقريبا احصرناها في معنى ضيق جدا. لا، يجب أن ننظر إلى المسألة من زاوية أعم، وأن فعلا معناها أن نضع هذا المصطلح في إطاره الحقيقي الديني والفقهي، وفي إطار فلسفة الدين في ذاته. هذا راه رجس، هذا راه كارثة، هذا راه مصيبة. ثم هو من عمل الشيطان، ولما كان من عمل الشيطان كان الحكم الديني الواضح. نحن إما أمام الحلال وإما أمام الحرام. أيها السامع، اختر نفسك ما كان، إما أنك تتبع سيرة الحق، سيرة الصدق، القيم التي جاء بها القرآن والتي صدقها الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل بها وحثنا على أن نقتدي بها، وإما أن تسمح للنفس الأمارة بالسوء أن تتحالف مع الشيطان، وأن تعيث فيها فسادا، وأن تأتي بما لا تحمد عقبه. وهذا موجود، سنتحدث عنه. شكرا 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 أستاذنا الفاضل فيما ذهبت إليه من توضيحات وتفسيرات، لعل ربما يعني مستمعين يكون في غفلة عنها. لا إله الله محمد رسول الله. سي مروان، ونحن نتكلم عن هذه المصيبة، هذه الكارثة اللي هو الميسر، واللي هو عمل يعني ورجس من عمل الشيطان، ورجس من عمل الشيطان يعني، والشيطان يقود إلى النار. إذا هذا الرجس الذي هو القمار يقود إلى النار، خاصة إذا لم يتب منه صاحبه. يعني إن كانت لك إضافة أخرى فيما ذهب إليه أستاذنا الفاضل حبيب الطيبي، ثم فيما بعد نريد أن نتكلم المجالات التي اكتسحها الميسر اليوم، يعني فهمت بطبيعة الحال هذه المجالات نذكرها حتى يعني ننبه إلى خطورتها فيما بعد. مع سي الحبيب إن شاء الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وبه يثق ويستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لعل أهم تعريف ولا أوضح تعريف ما جاء عن الإمام مالك، قال: الميسر ميسران، ميسر اللهو وميسر القمار. فمن ميسر اللهو النرد والشطرنج والملاهي كلها، يدخل تحت الكارتة ولعب الدمينو ولعبك اللي ها في التليفون شو اسمها ليدو، وداخل كل في هذا كله من الميسر اللهوي. وميسر القمار ما يتخاطر عليه الناس،
كل حاجة يتخاطروا عليها الناس تعتبر ميسرة، سواء كان في المجال الرياضي، في المجال الدرامي بتاع المسلسلات، في مجال الاجتماعي، في أي مجال يسمى ميسر قماري. وتعريف آخر هو كل مخاطرة يعلق تمييز مستحق الغنم والملزم بالغرم في جميع المشاركين فيها على أمل تخفى عاقبته. نحن نتراهنوا على حاجة ما ناش عارفين العاقبة بتاعها شنو، كيما ما تشكور يجي على الرهان ما نعرفش شكون مش يلعب، اما يلزمك تحط كذا مثلا العلامه هذه اذا كان حطيت، اذا كان ربح الفريق الفلاني راه عندك مثلا نسبه كذا كذا. وهذا هذا التعريف الميسري، يعني بصفه ادق كما عرف الامام مالك. شكرا شكرا فيما ذهبت اليه من تعريف. سي الحبيب اعود اليك في ربما المجالات التي تكتسحها اليوم الميسر، ونتكلم على الاقل في بعضها بدقه وننبه، يعني ننبه ربما في من بعد إلى خطورتها. تفضل سلام. شكرا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. مجالات اكتساح الميسر أو المجالات التي اكتسحها الميسر عديدة وكثيرة ومتنوعة، فمنها ما تعودنا عليه وهو تقليدي وشائع، أتحدث هنا عن القمار الذي كثيرا ما نجده في المقاهي، أعني بذلك لعب الكارتة، لعب الشكبة، لعب البلاط، لعب الرمي، لعب المقامرون كثيرون في المقاهي. وأشك في أنه هناك معناها أقل ما تجد مقهى فعلا يمكن أن لا نجد فيها مقامرا. قمر جي موجودين برشا، معناها في الناس قمر بخمس صغارها، الناس قمر معناها بأرزاقهم. سي الحبيب هذا يتطلب دقة في التوضيح. نخرج فاصل ثم نعود إليك يعني في هذا الإطار. مستمعي الأفاضل نخرج فاصل ثم نعود، فلا تذهبوا بعيدا. إذاعة كل نهار جمعة على الحياة فهم. والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعينا الأفاضل، مستمعي ذات الحياة اف ام، في برنامجكم المفضل إضاءات، عدنا والعود أحمد مع موضوع خطر الميسر القمار. سي الحبيب احنا نتكلم عن يعني المجالات التي اكتسحها القمار، كنت تتحدث عن بعض الألعاب في المقاهي والتي اكتسحت المقاهي هذه، يعني في هذا الإطار تواصل سي الحبيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. فقط نحب أذكر، نحب نذكر هو أنه ظاهرة القمار هي ظاهرة بارزة برشا في المقاهي، في كل المقاهي. والقمار فيه نوعان في المقاهي، ثم ما يسمى بالقمار على الشرب المغلوب يخلص، وثم ما يسمى بالقمار على الشرب وعلى الفلوس والمغلوب يخلص الشرب والفلوس. هذه ظاهرة متردة جدا، مكتسحة القهاوي، موجودة بشكل فظيع وبشكل كبير، وفي الحقيقة تمثل خطر كبير على العائلات وخطر كبير على حياة التوانسة. هذا مظهر. ثم مظهر سي الحبيب تو بيت الحال، انت تحب تقول هؤلاء هذا حرام وقمار حرام هكا ولا لا شك ولا خلاف في ذلك؟ طيب هو مو كله حرام، علاش حرام هكا ولا طيب ما مخلفات، شنو المخلفات نتاع الحرام هذا؟ يعني هل تشوفوا هذا مثلا سواء في المقاهي ولا في غيره؟ دكتور لازم نحب نستاذنك، نحب نواصل المجالات في نفس الإطار وبعد نعقبوا على المساله المواليه. ثم شكل آخر من الأقوام من القمار اللي يستلذه التونسيون، القمار الإعلامي المباشر،
اللي ينخرطوا فيه التوانسة إما بالمشاركة المباشرة كفاعل من أفعال المشاركين في الدور كما 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 ظاهرة الصندوق، برنامج الصندوق، شكون يربح الصندوق، وإلا تنخرط فيها عن طريق الاس ام اس. هذه ظاهرة معناها ظاهرة متاع قمار، ظاهرة إعلامية كبيرة متفشية. هناك الكثيرون اللي هما قاعدين يشاركوا في الموضوع هذايا طمعا في ربح مال. هل المال باش يربحوه حلال ام حرام؟ نقولوا ديما راهو هذا من المحرمات. ثم نمط اخر من القمار وهو نمط تخدير برشا، عاده الكبار ما يعرفوش. انا كان يخدم معايا زميل موظف قال لي بس عليه، نحب نستحضر القصه هذه فقط باش يعرفوا الناس خطوره الموضوع اللي باش نتحدث فيه توا. المجال هذايا من مجالات القمار، هذايا ما يسمى بالقمار الرقمي. القمار الرقمي ظاهرة كبيرة. نسترجع نعاود نقول، نرجع نعاود نقول، كان معايا زميل يخدم لاباس عليه بشهريته وامور واضحة، القرض الاول القرض الثاني الرجل فلس ما عاش عنده لا باش يخلص لا كراه ولا باش يوكل لا مرته لا عاش عنده حتى دينار، حتى شهريته ما عاش خالط عليه. شنو هو المشكل؟ دخل فيما يسمى بالقمار الرقمي. اش معناه القمار الرقمي؟ القمار الرقمي هو قمار جديد متجدد. قمار هذايا انك تنخرط في كازينو من الكازينوات اللي موجوده توا مكتسحه في بلادنا وخاصه في المدن الكبيره. حينما تنخرط في هذا تدفع مبلغ مالي معين، ثم تدخل في رهانات عديده عندها برشا اسماء. اليوم ثم اللي يراهن بمبلغ بسيط بخمسة وبعشرة وبعشرين وبثلاثين، لكن ثم شكون اللي قاعد يراهن بمبالغ مالية كبيرة، وهي ظاهرة خطيرة جدا، وانعكاساتها بالطبيعة الاجتماعية ستكون معناها كارثية. الآن وين باش يهز الموضوع هذايا؟ بالطبيعة أولا هذايا باش يهز الانعكاسات أهمها الفقر، ومع الفقر المعاناة. الصغير اللي متعود يعيش حياة كريمة بنسبة معينة بمعدل مستوى متاع معيشة معين شقى روحه محروم من برشا أشياء. المرأة اللي كانت تعيش بطريقة ما في دارها باش تصبح متعاقبة. إذن القمار هذايا من أخطاره الأولى والمباشرة هي أخطاره الاجتماعية، باش تولي أزمات عائلية، باش تولي مشاكل اجتماعية. اثنين، هذا المستوى الأول تفقير العائلة. المستوى الثاني باش يولوا يتحدثوا على جانب آخر من الكوارث من الرجس، هو الخصومات. تصور أنت القمارة باش يقمروا ويروحوا سالمين وهادئين وأصدقاء، ما باش تولي بغضاء، ما باش تولي ضغينة، ما باش تولي كراهية، ما باش يولي عرك، ما باش يولي بونية، باش يولي عرك بسلاح الأبيض. لو كان يلقوا هذه خطورة، هذه مسائل معناها خطيرة وخطيرة جدا. ولذلك إن جدا والإسلام يحرم هالمسألة هذه، القمار هذا، القمار هذا. بارك الله فيك سي حبيب، سأعود إليك لاحقا، سأعود إليك لاحقا، تستجمع ما لديك من معلومات وأعود إليك لاحقا. شكرا فيما ذهبت إليه. أستاذنا مروان الكريكي. سيدي تو حسب ما نستنتج انه من كلام سي الحبيب انه هالمجالات هذه اللي يعني اخترقها الميسر واصبح يتحكم فيها الميسر اصبحت عاديه يعني اصبحت عاديه لدى يعني تقريبا يعني لدى يعني لدى المجتمع لدى المجتمع بصفه عامه. طيب اليس هذا وهم؟ وهم، فهمت، ضرب من الوهم. هذه مسألة الوهم ومسألة أنه واحد يعيش على أنه مش يولي غني، على أنه هل يمكن أن يولي غني بالحرام ونحن المؤمنون؟ لا، وقتاش تسأل لما فما سؤال يطرح نفسه علاش خاصة الميسر انتشر في مجتمعنا في السنوات الأخيرة، هذا الانتشار الرهيب اللي العائلات أصبح عنده كما قلت أنت شيء عادي. كي ترجع السنوات الأخيرة أنا ملي حليت عيني، أنا وليت نفهم، حلينا عينا على التلفزة تجيب في برنامج
الصندوق والقمار في العائلات وتتفرج عليه الناس كل وقتاش في رمضان. يعني القمار ما يجي كان في رمضان. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، المجلات اللي تحدث عليها سي الحبيب ما عادش يلعبوا فيها الناس الكبار. راه المشكلة اللي نعانيو فيها اليوم أكبر بكثير مما نتصور. المشكلة إنه صغارنا وشبابنا اللي عمره 15 و13 و14 سنة و16 سنة و17 سنة هو اللي يلعب في القمار. القمار ما عادش كان على الكورة ولا في برنامج إذاعي ولا في الكارتة ولا في القهوة، لا بالتليفون تصب 5 6 10 ألف، تدخل الموقع معين، تفهم انت في السياقة تلعب على السياقة، تفهم في الكورة تلعب على الكورة، تفهم في كرسي الزويل تلعب على كرسي الزويل، على الحاجة اللي تحبها انت يوفرها لك تلعبها. وهذا استاذنا نستسمحك لانه باش نخرج فاصل، نستسمحك ايضا نستجمع ما لديك من معلومات ساعود اليك سمعينا الافاضل، نخرج فاصل ثم نعود فلا تذهبوا بعيدا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، عدنا والعودة أحمد مستمعينا الأفاضل مستمعي ذات الحياة اف ام القيروان للصحفي، برنامجكم المفضل إضاءات في موضوع جديد متجدد وهو خطر الميسر القمار. سي الحبيب نعود لك واللي كمل الفكرة. كمل تفضل سي مسال شاهي تفضل. الفكرة اللي قلت لي إنه وهم. نعم. أنا فهم برشا شباب اللي أنا بحكم عمري نحكي مع الناس كل. فقال لي شنو حاجة اللي تخليك تلعب القمار؟ قلت لي مثلا بوه متوظف وامه متوظفة، يقول لك انا هاني شاد به يدي حتى ليني يسر ربي عز وجل نلقى خدمة. شاد بالحرام معناتها. شاد يده بالحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم شنو يقول؟ يقول جسد نبت من السحت فالنار اولى به. اذا كان هذا الشاب اللي في مقتبل العمر مازال صغير مش يغذي هاك الجسم اللي عطاه له ربي عز وجل بالحرام، يعني وين مش يمشي في المستقبل؟ مش تتصور من انه مش يكون بار ولا مش يكون مصلح ولا مش يقدم فايده للمجتمع ولا شنو بالضبط يعني. واللي متخيل انه كل يجمع في 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 مال باش يولي لاباس عليه، ينظر الى الناس اللي تلعب في القمار كل ولا واحد فيهم عايش متني، كل يوم بعد ما يلعب القمار يدخل في الفلس ترسل ويتسلف باش يردوا حالته حليله كما كان يقول سي الحبيب. يعني مستحيل، من 7 المستحيلات ان تلقى انسان يلعب في القمار غني، لانه هذا لان ربي غني بالوهم، غني بالمهم، لان ربي عز وجل قال إيه انما الخمر والميسر والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. اذا كان هو من الرجس من عمل الشيطان، تتصور انت باش يغنيك ولا باش تولي معنى منه انسان وتكون منه وتبني منه؟ ولا لا، يستحيل، هذا مسبب مستحيل. ولذلك نهى الله عز وجل عنه. شكرا. ومن بين الاشياء اللي سببها في المجتمع انه يوقع البغضاء، قال ربي عز وجل انما الخمر والميسر في اجتنبوه فانه يوقع العداوه البغضاء بينكم. هذاك علاش ربي عز وجل حرمه. وحاجه ثانيه انه يسرفنا عن الطاعات ويلهينا عن ذكر الله. وربي عز وجل هو قال ايها الذين امنوا لا تلقوا بايديكم الى التهلكه، والميسر والقمار من التهلكه التي يجب ان نرمي اليها ايدينا. شكرا. شكرا في مذهبك لي. سي الحبيب واصل معك في هذا الاطار، ولكن بعد ما نذكر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الجسد غذي بالحرام وهذا ميسر فيه حرام لا يدخل الجنه ابدا، ثم انه هذا الذي يتغذى بالحرام هو في الحقيقة في النهاية يطلب الله، يدعو الله، أليس كذلك؟ كثير من الأحيان يدعو الله، فالدعاء الذي يعني يتغذى بالحرام غير مستجاب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومشربه من حرام وماكله من حرام يدعو الله أن يستجاب له، يعني من أين يستجاب له؟ إذا هذا الذي يتغذى بالحرام رأفة به، أقول رأفة به، انه يحاول ان يقلع عن هذه المصيبه، لانه لا مش يربح في الدنيا ولا مش يربح في الاخره. في الدنيا تاعب وفي الاخره مش يكون بطبيعه الحال المصير نتاعو هو انه سيقف عند هذا العمل ليحاسب عليه. تفضل سي الحبيب في هذا الاطار. نحب نواصل معناها في هذا الاطار، نزيد نوضح اكثر ونزيد نعمق اكثر مداخله استاذ سي البريكي. دائما وابدا احنا بكري عددنا تقريبا كنا نعد ونوضحوا بوضوح كبير شنية النتائج الفعليه والعمليه المترتبه عن ظاهره القمار. تحدثنا على مسائل اجتماعيه، وتحدثنا على اقتصاد العيله،
لكن نرجع الإشارة اللي ذكرها سيدي بريكي والمسائل الإيمانية الآن، وهي مسائل مهمة معناها. اليوم المقامر حياته يفنيها في القمار. ما معنى يفنيها في القمار؟ أنك تعدي ليلة كاملة ولا يوم كامل وإلا تقريبا نصف يومك أو أكثر من مش ولي إدمان. هذا هو سنعود إلى هذا بالضبط. ماذا يعني هذا؟ يعني أنك هذا الوقت الذي هو من ذهب يعني أفنيته فيما لا يعني، أي أفنيته في الحرام. ماذا يترتب عن هذا؟ هذا هو إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم الله عداوة والبغضاء في الخمر والميت ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون. يستحيل القمار وقت يقول الله أكبر تغلب نفسه ويغلب النفس الأمارة بالسوء ويغلب الشيطان ويقول الله أكبر ثم يخدم على إقامة الصلاة في وقتها. إذن من أخطر الأخطاء أنه علاقته بربي باش تولي علاقة هشة، وأنه إيمانه باش يضعف وسيضعف. وعادة ما تتسم معناها المواقع اللي فيها القمار كفر ربي بسبين الدين بالكلام الزايد بالسياح بالعياط بحدم التحلي بالمرونة بالهدوء بالتوازن بالأخلاق الحميدة بالأخلاق التي ينشدها كل حكيم كل إنسان متوازن كل شخص هارب ربي سبحانه وتعالى. هي مثلا اختيرة برشا 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 من الناحية الاجتماعية. نحب نضيف حاجة أرجع لها سي مروان، هو أثار مثلا يقولوا عنه اليوم التلفزة والإعلام في شهر البركة وشهر الصيام وشهر تقرب إلى الله تلقى الناس صايمين في نفس الوقت يقمروا في الليل عاشقين مقولش يقمروا عاشقين البرنامج أصله قمع محرم. إيه وانت تفرج عليه يعني مشارك معاه. شوفوا الازدواجية متاع شخصية المسلم والمؤمن اليوم. يصلي ويسمح لنفسه بالموبقات. يصوم ويسمح لنفسه بمتابعة بشكل أقول بشكل خلي نقول أنا إدماني. هو اللي حاجة هذه سامحني بسيط عليك هي اللي خلات اليوم المجتمع تترسخ فيها عقيدة القمار وتخليه يمارسها بشكل عادي جدا جدا لأنه فماش حتى إنكار. لا هو ذي نظيفة شو يمارس هو قال لك يحذر هي يعني هو يحذر في رمضان تو كل رمضان بعد شغل فترة يحرم يتفرج حتى اللي يحذر ويتفرج قد ارتكب محرم. أكيد هو مشارك أكيد. لا خلي نضيف مش حذرك هو مشارك تقول عليه طبعا قولوا علاش مش حضور فقط ومش مسألة حضورك هو. أنا أرى المشاركة هذه مشاركة عقائدية وليس هنا بالمعنى الدغمائي معناها بالمعنى أنه شخص بكل معناها ما أتت جوارحه وعبادة للنفس الأمارة بالسوء وعبادة للمال. علاش نقول مثلا تأخذها بالجانب الشعائري من هذا بالنسبة لي هو طرف هو لعب. لماذا هو لعب؟ هو يجب البورتابل متاعه هو يحلم وأنه هذي بش يربح مليار إذا يحلم اللي هو بش يروح بمليون وش يكون عنده 200 مليون وعليه يقع في وهو سائمة ويزينه له الشيطان وعمله لكن لا يجب ولا معناه مش هذا فقط هذا سبب مش هذا فقط هناك أسباب أخرى نقولوش هذا فقط اللي رسخ في تقديري أنا في فهمي هذا اللي رسخ ظاهرة القمار في المجتمع متاعنا. لا ثم تراث إيش معناها تراث؟ ثم عادات وتقاليد رسختها القهوة معروفة هذه ورسختها الملاهي حتى الاجتماعية في أريافنا حتى الفضائيات يعني جاي ذكرنا هذا لا نشك في ذلك أريد أن أضيف ما هو سي الحبيب راه يتحكم فينا الوقت إضافة أخيرة ليلة مهمة إضافة مهمة
راهو ما ننساوش ظاهرة الريال الرياضي. هذيك ظاهرة الريال الرياضي راهي عامل كبير برشا، لكن ثم عامل آخر ما نستوش عليه، راهو عامل الحاجة والفقر والبطال. نعم البطال والفقير. يا سي سامحني لهنا لقى منين يصب الفلوس 20 30 دينار باش يلعب ويزيد يخسر وما يربح حتى شيء. هو ما معنى رجس من عمل الشيطان، هو يبحث عن المال. ليست البطاله السبب الرئيسي لهذا. أنا لا عندها دخل. انا واصل فكرتي، واصل فكرتي ولا كم سديد القول. لا هو شو عنده دخل سي الحبيب هذا الفقر والاحتياج عنده دخل، ولكن من عفى عفاه الله. شكرا جزيلا. نعم هنا ختمت، هنا اعطيت انت الحل، اعطيت الدواء واعطيت الجواب اليقين. نعم هو راهو الغني كي يبدا يهرب ربي، هو بيدو ما يعملش كازينوات نتاع قمار، ما يدخلش في الموضوع هذا. هي شنو هي الكازينوات هذه؟ هي شركات نتاع اغنياء. شكون هما اللي قاعدين احيانا يساهموا في المساهمات هذه وفي نشر ودعم ظاهره القمار؟ هما الناس اللي عندهم فلوس، مش الكل بالطبيعة، معناها البعض منهم. التوقيت انتهى، شكرا سي الحبيب، التوقيت انتهى. من نجمش نزيد البعض منهم فقط، مش نخلي لك بعض الثواني. ماذا تقول لتلاميذتك وانت الاستاذ المدرس، ماذا تقول لتلاميذتك في هذا الاطار وبسرعه؟ نقول لهم انه القمار هو رجس من عمل الشيطان، واللي يطلب في العلم راه يطلب في النور، والنور والظلمه من رجس العمل الشيطان لا يلتقيان يعني ابدا. من طلب النور فعليه ان يتخلى عن ظلمه الرجس والقمار. واتقوا الله ويعلمكم الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. سي الحبيب شكرا فيما ذهبت اليه، افدتنا كثيرا. كذلك استاذنا مروان افدتنا كثيرا. الشكر ايضا موصولا لسي ايمن ليجا الذي كان في الاخراج والتاثيث مع زميله محمد سيف الدين بولعراس، والشكر موصول للجميع لمستمعينا الافاضل مستمعي اذاعه الحياه اف ام القيروان للصحه. نقول للجميع شكرا، الى اللقاء، مع تحيات الدكتور لازر بن علي البريكي. شكرا. اذاعه كل نهار جمعه على الحياه اف ام.